دي سيطرة أو يسيطر حاليا النتيجة على البطولة المغربية اللي يلعب فيها الرجاء والوداد اللي راهم في لا شامبيونز ليغ. صافو دير واش حدث لفريق اتحاد العاصمة ليس بالأمر الهين، إنجاز كبير للاتحاد. الفريق تاع الجيش الملكي المغربي فريق في المستوى، يلعب كرة القدم نظيفة ومليح كوم عندهم من السلام عليكم الاصدقاء ديالي، مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما شوف تقديم تاع الفيديو، الاعلام الجزائري خرج كيتكلم على مباراه اتحاد العاصمه مع الجيش الملكي، وكيفاش ان يعني اتحاد العاصمه خطف الفوز من فريق الجيش الملكي على ارضه وفي عقر داره اللي في عقر داره، ولكن عطاو لكل حق حقه وقالوا بان يعني فريق الجيش الملكي هو من اقوى الفرق المغربيه ومن اقوى الفرق الافريقيه، والفوز عليه ما كانش فوز يعني بسهوله، ولكن فرحانين هما بهذا الفوز ديال اتحاد العاصمه على فريق كبير كفريق الجيش الملكي. غادي نخليكم تتفرجوا في هذا الفيديو هذا وسمعوا علي بن الشيخ شنو هو قال في هذا الموضوع. كنتمنى من هذا الفيديو ان ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تخليوا الاراء ديالكم في التعليق، ما تنساوش في قناه الشارع في القناه وفعل زر الجرس باش تصلوا جديد نتاع القناه، وخليوا لي الاعجاب على هذا الفيديو. نتلاقاو من بعد الفيديو والسلام عليكم. تراش باش نشوفوا باللي اتحاد العاصمه سيستقبل في حال المرور للدور النهائي، يعني الكاس ستسلم هنا بالجزائر. شاهدوا اتحاد العاصمه بعد تفوقه على الفار المغربي او المباراه الثالثه، لقاء العودة أمام المباراة الثانية اللي هي لقاء طبعا فريق أسيك ميموزا أمام المونستير، واللقاء النهائي صاحب اللقاء الثاني هو الذي يلعب لقاء الذهاب عند اللقاء الأول، والعودة لاتحاد العاصمة بإذن الله ستكون هنا بالجزائر من أجل تحقيق الحلم والتتويج بالتاج الإفريقي. العاصمة تحسب لي هناك مجموعة يعني مجموعة صلبة، انضباط تكتيكي كبير، ويعني تحس بلي كبن شيخة منذ قدومه كواك يعني الوقت ماشي بزاف، ولكن الخدمة بدأت تبان في اللقاء الذهب أو الإياب. يعني اتحاد العاصمة سيطر على الأحسن فريق في المغرب، هذا يفول بريسيزي، أحسن فريق في المغرب حاليا لا فريق قوي جيش الملك اتحاد العاصمة كسوا في سان جوي ولا في الرباط، يعني سير المقابله كما حب، سجل هدفين هنا وسجل هدفين في الرباط، يعني يا با فوتو. يعني الاتحاد العاصمه استهل لا كاليفيكاسيون تاعو، وكي تحس عند الروح اللي كاينه في هذا الفريق، حس باللي كاينه حاجه يقدروا يديروها هذا العام ان شاء الله، سورتو كما قلت انت لي دو ماتش روتور في الجزائر، روتور ا دوميسيل. نتمنوا لهم النجاح، وان شاء الله برك يستعيدون لي بليسي تاعهم، عندهم كالك بليسي عندهم مباراه غدا، غدوا كاين بعض اللاعبين ما يلعبوش بسبب الاصابه، كاين واحد خمسه ولا سته ما يلعبوش، كاين اللي حيريحوهم، كاين اللي مصابين، ولكن المهم سي داتر بري لو 10، ولكن تحس بلي كاينه حاجه راهي تنمو في فريق اتحاد العاصمه. نعم علي بن شيخ، الفريق تاع اتحاد العاصمه الذي تفوق على الجيش الملكي الفار المغربي، هذا الفريق الذي سيطر او يسيطر حاليا النتيجه على البطوله المغربيه اللي يلعب فيها الرجاء والوداد اللي راهم في لا شامبيونز ليغ. صافو دير واش حدث لفريق اتحاد العاصمه ليس بالامر الهين، انجاز كبير للاتحاد. الفريق تاع الجيش الملكي المغربي فريق في المستوى، يلعب كره القدم نظيفه ومليح كوم عندهم من ايكيب ما شاء الله. لافونتاج كون ايو احنا في لالي اون روسيا ماركي دو بيت شوز كو هما ما نجموش يماركيو، دونك لي دو بيت كانوا لافونتاج لينا، هذه وحده. مي ميريت لو ريسبي ليكيب تاع الجيش الملكي بور لوسما، في لوسما ميريت اونكور بلوس لو دو ريسبي، لان داروا في لالي مقابله في المستوى صح، سي لو بلون تاكتيك سي لو بلون اونجاجمون غرينتا كانوا حاضرين في المستوى، ما ننجم ولي سيبورتا لوسما كانوا كانا في القمه صح، ما ننجموش نخليوهم يروحوا يجوزوا هكذا، ما نتكلموش عليهم كيما يلزم الحال، واجب علينا نتكلموا بهذه الصفه هذه. الماتش روتور شفنا بوكو بلوس لوسما سي لو بلون اونجاجمون كانوا حاضرين
حسينا بلي حبوا يجيبوا لا كاليفيكاسيون الجيش الملكي يلعب كره سياسيه مي الاخرين زيتي فلو ديالهم زيتي بلو فور في لونغاجمون في الحراره لحقوا وين ميم لي زوراتي ان بو ليغاليزاسيون ولا تروازيام هذاك اللي قدام الجول دونك لوسما نقول لهم انا برافو درتوا مقابله في المستوى تعتبر سي ان اكسبلوا دو باسي اون دومي فينال سي ان اكسبلوا دو الوصول الى نصف النهائي سي ان تري بون ريزولتا يميريتيوه ما تقول لها لا داروا دو ماتش في المستوى يمين لو ميريت دو ماتش دوكا دومي فينال ولا فينال لو نتأهلوا ان شاء الله العوده راح تكون بالجزائر اسك سي ان افونتاج بيان سور تلعب في بلادك سي نورمال سي ان افونتاج تلعب في سان جوي ولا في ولا برقي ولا 60000 ولا في سان جوي سان جوي يطلعوا لك واحد 60 ولا 70000 اخي يكونوا موراك وهما الحراره دوكا كاين الي روتور لا فينال ماشي كيما بكري كان ماتش واحد نو شوف لوسما لوسما داروا مقابله في المستوى انا نقول لهم تبارك الله وفيهم الصطاف يعطيهم الصحه لورتات عبد الحق هو ولاده كما يقول لهم هو ولادي هو ولاده سي بيان سي تحس بلي كاين محبه كاين روح كاين روح كاين احترام سي سا سي بون شوز نقول لهم برافو لوسما يعطيكم الصحه احنا نعرفوا شويه كره القدم على هذيك لا نتكلموا هكذا يعطيكم الصحه بارك الله فيك رشيد اتحاد العاصمه خليني نسالك سؤال برك تغيير توقيت المباراه من الساعه الثامنه كانت على الثامنه ساعه لوسما بدلوها اسك ميموزا الساعة الخامسة يعني هل هذا ما هو من حقهم كان فيه بيان لتغيير هاوليك تغيير المباراة من عند ميموزا اللي قالك باللي نلعبوا بون 16 جي ام تي صافي زيد ساعة نلعبوا على الخامسة بالتوقيت الجزائري هل هذا هما من حقهم لان المباراة راح تجافي ملعب بواكي 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 هذا ملعب جديد يعني هاو وجميل بواكي سي كونفيرمي وجميل جميل جدا مع ما يوجدوا الكاس افريقيا احنا في 84 لعبنا فيه في كاس افريقيا الكان الكان تاع 84 كنا في الجروب تاع بواكي يعني اليوم الجزائر راح تولي لمدينه بواكي نظن باللي مجيء عبد الحق بن شيخه الى اتحاد العاصمه جاء فائده كبيره نقطه تحول شخصيه الفريق صنع شخصيه الفريق وشفناها امام حوالي 70000 في ملعب الرباط نعم امام القوات الملكيه المغربيه يعني ادى مباراه رائعه ماهوش سهل انك تروح تجيب التاهل من 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 هذاك الملعب من هذاك هذاك الجمهور خاصه ان في المباراه الذهاب هنا في اتحاد العاصمه احنا كنا تكلمنا قبل هذيك المباراه كنا نقولوا باللي الجمهور اتحاد العاصمه راح يجيب قوه فاجانا يعني الجماهير الغفيره التي جات سندت الفريق اليوم اتحاد العاصمه راهو في احسن الوقت باش يتوج باول كاس افريقيا لان حان الوقت ان فريق كبير كما هذا وكنا احنا نتمناو ان شباب بلوزداد يمشي بعيد ويعلق النجمه لكن للاسف ما مشاش اليوم نتمناو باللي اتحاد العاصمه يتوج بكاس افريقيا ويدخل في البالماريس تاع افريقيا اصدقائي مرحبا بكم مره ثانيه على قناتكم يوسف الخبر كما تشوف هذا الفيديو كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم حتى لهنا نقول لكم خوتي الاعزاء نتلاقاو في فيديو جديد في موضوع جديد والسلام عليكم